للسنة الثانية على التوالي تستضيف صور مهرجانا دوليا للأفلام القصيرة. بالرقص والزفة استقبل المشاركون، إذ أن هناك 58 فيلما من 32 دولة ضمن المسابقة الرسمية بحسب ما أعلنت إدارة مسرح إسطنبول. تتنافس الأفلام على جائزة أفضل فيلم تحريك، وأفضل فيلم وثائقي ودرامي، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل تصوير، وجائزة الفيلم اللبناني، وجائزة الجمهور. إضافة إلى المناقشات بعد كل جولة من العروض، يتضمن المهرجان ورشة سينمائية يقيمها المخرج السينمائي اللبناني غسان سلها في مشاركة مخرجين من 13 دولة عربية وأجنبية. واعتبر مؤسس المهرجان المخرج قاسم اسطنبولي أن أهميته تكمن في تأسيس جمهور سينمائي من خلال طلاب المدارس والجامعات والعائلات، بالرغم من الظروف الصعبة وغياب السياسات الداعمة للثقافة في لبنان.